شايف الواحد لما تشوفه مكسورة أضلاعه شلون يتنفس؟ شلون يجر النفس؟ مع كل جرة نفس يصرخ آه، ما يقدر يتألم. الزهرة يقول مو ضلع واحد مكسور منها، يقول الإمام جنبها جنب فاطمة الزهراء متكسر. بعد سؤال أسألك، الواحد شقد يوصل إلى أي مرحلة حتى يطلع منه الدم من كثرة الضرب؟ أنا رجل وأقول لك قوم اضربني، إلى أي مرحلة راح يوصل من الضرب حتى يخرج الدم مني؟ أسألك إلى أي مرحلة؟ يعني الزهراء سلام الله عليها الدماء تنزف منها، يعني شلون ضربوها؟ ترى مو رجل واحد ومو اثنين ولا ثلاثة، كام؟ 300 نذل هجم على الزهراء. هذا بنعل السيف ألم جنبها، هذا بنعل السيف ألم جنبها. وين غيرتك شباب؟ وبناره الطاغوت أشعل ثوبها يا زهراء، ألقاه برأس الحبل وهي تراني. يلا أريدك تطلعها من قلبك، آهين طلعها من قلبك، آهين ويكسر خاطري أيتام يا حسنان حسينان وزينب الأشجاني. شو اللي صار للزهرة؟ قال بانت أناملها وخط صاطة وضربها. أقول له لا، حط قوة على الباب يا شيعة وعصرها. وزينب تشوفها وقامت تدافع عن امها، والباب انفتح مكسور والزهرة بلخمة. لجل الستر لاذت ما بين وبين الجدار، والباب الفتح مكسور والزهرة بالأخمة. شال يده ولطم خدها، شال يده ولطم خدها، صرخت واختفت بالباب سوت صفقت بالجفوف تصيح يا فضه جيبي اعصاب. شوفي حالة عيوني حمرا لو ضواها غاب. اقول له لا، رد لها وعصرها الشيء، وكسر ضلع منها طلعت ورا الكرة تمشي وبرة تقع وهي تنادي خلوا عن علي. شلون طلعت الزهراء؟ طلعت لن الدروب
وتموج من كثرة الناس شافت داحي باب خيبر طاع يمشي ويا الأرجاس. أقول له لا نادت حادر ادركني شاف ونكس الراس نادت حادر ادركني شاف ونكس الراس سويت يا زهرة قالت أنا مو خافي على ضلوعي وعلى عيوني أنا كل خافي ينفتح بابي ويشوفوني. يا علي يا علي اتصور زينب موجودة توها صغيرة عمرها 4-5 سنوات ها؟ إلا وزينب يجيها اللعين يؤشر بيده على زينب شي يقول قال هي زينب أبحرقها وياها الحسين عليك البيت وياها الحسن وحسين وياها الحسن وحسين والباب الفتح مكسور والزهرة بالأخمى ظلت تدافعهم وظنتي يرحموني. ارفع ايدك شباب عليكم الحسن الكل يرفع ايده ظلت تدافعهم وظنتي عليك الزهرة ترفع ايدك وتشيلني ظلت تدافعهم وظنتي ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني. اقول له لا والله يا سلمان الضرب ورممتوني والله يا سلمان الضرب ورممتوني. هذا الموقف وأسألكم الدعاء. رجعت أم الحسن زينب قاعدة ترجف الزهرة قاعدة تتنفس هالشكل مو قادرة أضلاعها مكسرة ماسكها أمير المؤمنين يقول الإمام حتى بالرأس رفيست في بطنها فاطمة يعني صايرة الزهرة من كسر ظهرها وماسكها علي الدم نازف منها العين ملطومة محمرة الجنين وسقط مكسرة الأضلاع شافت زينب قالت وني بالحجرة كنت أسمع صوت الصياط تتلوّى كني سمعتك تصيحين أقول له لا جنيني سقط بالقواية لفايبكي ويناد حسين يا زينب أمنا في غشوة قومين الحق عليها وجيبوا وياك ليها خمار. يا علي الزهرة نايمة على جنب واحد ولما دنت منها المنية أقمضت عينا واحدة ليش
العين الثانية ملطومة. جاءت زينب يمه أم الحسن قومي كلميني، ما تجاوبها، ماكو جواب من زينب. تنتظر جواب الزهرة، ماكو جواب. إجاها أمير المؤمنين قال زينب ماتت الزهرة. الحسن والحسين شو يقول؟ ليش ما نسمع وننمنا، اقرأ اقرأ، ولا نسمع كلام، إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اليوم. لا يا أسماء سافرت علا وصرنا يتام، كل ليلة يا ابويا نام بجانب أمي وحسين من جانب وأخويا الحسن يمي، وهالليلة وين اللي تنيمني وتشمني؟ لو من نمت وياك نايم عن يسارك والسبب ماتتها يا حامل جار عبها، كسر الضلع جرح الصدر لو لطم خدها. أقول لو رفسة الظالم صارت في كبدها، يلا صرختك يا زهراء زلزل الماتم، صرختك يا زهراء يا علي يا علي فتح الجفان يما، حاجيني بس كلمة اسم الله على اللطمة. زينب أنا ويتمي يمه نحل جسمي، منه يضل يمي بمذبح أخويا حسن. بيت الختام أريد به زلزالة، مسمارة جيب صدرة وينزع من ظهرة، يقع على الغبرة بعد شمر يصعد فوق صدرة إلى كربلاء حسين.